بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل الحق على لساناتنا والهمنا العمل به. اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى. اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم اليومي الداء والدواء. حلقة النهاردة إن شاء الله هتكون عن النحافة. النحافة احنا تحدثنا عن السمنة وعرفنا مشاكل السمنة كتير قوي واتكلمنا عنها كتير قوي، وكتير من حضراتكم بيبعت له معتاب انت ما بتهتمش بالناس اللي بيعانوا من النحافة ليه، واحنا اتكلمنا عن النحافة قبل كده، ولكن النهاردة هنجمل الحديث في حلقة أسبابها وأشكالها وإزاي نقدر إن احنا نتغلب على مشكلة النحافة. هل يا ترى النحافة مشكلة؟ طبيا النحافة تعتبر مشكلة، وإمتى أعرف إن أنا نحيف؟ إذا لو تتذكروا حضراتكم البادي ماس إندكس أو معدل كتلة الجسم اللي كنا بنعمله، الوزن بالكيلوغرام على الطول بالمتر مربع، بيديني رقم. الرقم ده لو أقل من 20 يبقى دي فيه نحافة، لو أقل طبعا من 15 يبقى دي نحافة يعني مرضية شديدة، ولكن أقل من 20 يبقى احنا دخلنا في النحافة. دي طريقة. والطريقة التانية بالمجمل العام أو بالمنظر العام، أنا نحيف أو شكلي عايز أزيد شوية، دي بنقدر احنا نحكمها من النظرة العامة للشكل. طيب النحافة يعني هل ليها مشاكل طبية؟ ليها مشاكل طبية كتير، يعني أحيانا بتكون مصاحبة طبعا بعدم وجود الدهون في الجسم، والدهون دي موجودة مهمة جدا بالنسبة للكليتين، ومهمة جدا بالنسبة للحفاظ على حرارة الجسم والشعور بالدفء، ومهمة أيضا بالنسبة للجلد وبالنسبة للعضلات، مهمة الدهون، ولكن لازم تكون موجودة بكمية طبيعية وليست زائدة وليست قليلة. أيضا الدهون النحافة بتكون أحيان كتير قوي مصاحبة بقلة في الجهاز المناعي، وبالتالي عرضة لكثير قوي من الأمراض، وعرضة لشوية برد كل شوية وزكام وإلى آخره، ممكن البرد يتطور إلى نزلة شعبية إلى آخره. كل هذه الأمراض أو قلة الجهاز المناعي بيكون أيضا مصاحب بالنحافة. أيضا الشكل العام أو النفسية بالنسبة للشخص النحيف ما بتكونش سوية شوية، بيبقى متضايق من شكله، مش عارف يلبس كويس، مش عارف يخرج، فبرضه بتأثر من الناحية النفسية بصورة واضحة جدا، وطبعا بتدخل فيها برضه الناحية الاجتماعية، مش قادر أحضر مناسبات كتيرة، يعني مكسوف من شكلي شوية، أنا عايز أزيد شوية، اللي بيشوفني يعيب، وهكذا. وخاصة في فترة الشباب بتبقى النقطة دي لافتة النظر جدا. أسباب النحافة كثيرة جدا، ولكن من أهمها هي العادات الغذائية الخاطئة، وبتبقى غالبا مكتسبة من الطفولة، ان انا ما باكلش كويس، باكل حاجات تفسد الشهية اللي احنا بنسميها الابيتايت سبويلر، وعايزين نخلي بالنا من اطفالنا قوي، اللي هي بقى الحاجات المعلبات والملونات والحلويات الملونة، وكل دي احنا بنسميها في الطب الابيتايت سبويلر او مفسدات الشهية، لازم نقلل منها، لان دي هتؤدي لي في النهاية الى نحافة. وبرضو في اسباب وراثية قد تؤدي ايضا الى النحافة. طبعا اتباع، ودي نقطة مهمة قوي بقى، اتباع انظمة غذائية للتخسيس لدرجة ان هو يوصل للنحافة ومش عارف يرجع تاني، ده طبعا هيبقى تخسيس خاطئ وتخسيس سيء، شلني من مشكلة دخلني في مشكلة اخرى، ويعني بنسميها الانوركسيا نيرفوزا في الطب عندنا، ولكن يعني باختصار ان انت بتتبع نظام قاسي قوي وبتمشي عليه وتبقى خايف ترجع منه وتبقى خايف تزيد تاني فتوصل الى درجة النحافة. طبعا في امراض عضويه كثيره جدا اعزكم الله وعافاكم منها بتكون مصحوبه بالنحافه، وكتير قوي منتشر قوي زياده نشاط الغده الدرقيه، وده من اشهر الامراض اللي بتؤدي الى النحافه. طبعا فقر الدم الشديد بيكون مصاحب غالبا برضو مع النحافه، وبعض امراض الجهاز الهضمي زي سوء الامتصاص والانتفاخات والقولون العصبي ايضا قد تؤدي الى الوصول الى حاله النحافه. عافاكم الله وعافى المسلمين اجمعين. الاورام أو علاجها بيكون غالبا من السمة الملازمة ليه هي النحافة أو فقدان الوزن بصفة واضحة جدا. أيضا مرض السكر من الأمراض اللي بتؤثر تأثير واضح قوي على بنية الجسم، وبرضه بيدخل في طور النحافة إلى أن يكتشف أن في سكر يبتدي نعالجه. بعض الأمراض النفسية طبعا بتكون برضه سبب لموضوع النحافة لازم إحنا نتلافاها، زي الاكتئاب الشديد والفهم العصابي والنهام العصابي إلى آخره من مسميات الأمراض العصبية اللي بتكون مصاحبة بعدم الرغبة في الطعام تماما، ويقدر اليوم كله ما يأكلش خالص غير يعني ممكن لقمة أو لقمتين، وبالتكرار بيوصل للنحافة بصورة شديدة.
طبعا يعني علاج النحافة كتير قوي، ومش حاجة أو اتنين أو تلاتة، لأ ده يعني خطوات كتيرة. ومن المفروض أو من المفترض أن أنا لو حسيت أن أنا دخلت في النحافة المرضية لابد من متابعة مع طبيب، وبنحسب السعرات الحرارية، وبنحسب النشاط اليومي، وبندي نظام غذائي معين، وبندي بعض الأعشاب اللي بتفتح الشهية وأعشاب أخرى هتزيد الامتصاص، لأن الاتنين كفتي الميزان لازم أن هم يمشوا مع بعض. فعلاج النحافة ليس بالسهولة التي يتخيلها الكثير، ولكن يعني احنا هنقول الحلقة القادمة ان شاء الله بعض النصائح لعلاج النحافة كبداية. لو مش الحال الحمد لله يبقى مفيش مشاكل معايا، لو لا قدر الله لا انا ما بزيدش رغم الكلام اللي انت قلته والتزمت بيه، يبقى في الحالة دي لازم استشير طبيب، لان قد يكون هناك سبب مرضي او عضوي هو العائق في اكتساب الوزن او في زيادة الوزن، وبالتالي في الحالة دي لازم ان انا اكون تحت اشراف طبي وتحت خطة طبية معينة نمشي عليها، وبالتالي يبتدي الوزن يزيد مع التدريج واحدة واحدة مع بعض. دي كانت النحافة باختصار قوي، أسبابها ومشاكلها والأعراض بتاعتها اللي احنا نقدر نلاحظها، وإزاي نقدر نحدد النحافة. علاج النحافة زي ما قلنا هنقوله مع بعض بمشيئة الله تعالى الحلقة القادمة. إلى أن ألقاكم غدا بمشيئة الله، أسألكم الدعاء واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.